صباح الخير عليكم ولا لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. وهذا النهار نزول انا عند رغبه المتتبعين ديالي اللي طلبوا مني ندير لهم الوصفه ديال البسطيله. دونك غادي ندير لهم هذا النهار، غادي ندير الوصفه ديال البسطيله وغادي نوريكم السر ديال النجاح ديال البسطيله والسر ديال اللذه ديال البسطيله. خليكم معايا وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر ومرحبا بكم. ودابا نخليكم مع المقادير والوصفه. عندي هنايا الدجاج، انا الدجاجه قطعتها وصلتها وبيتها في الملح والليمون، قطعتها باش هكا تشرب لي مزيان داك الملح والليمون. عندي هنايا البصله، شي كيلو ديال البصله اللي قطعته شلطته. عندي اللوز اللي سلقته وفركته ونشفته زولت من الماء، والعطرية غادي نحتاجو الملحة. الملحة ما غاديش ندير بزاف لحقاش الدجاج ديالي بايت في الملحة والخل. غادي ندير شوية ديال الإبزار، وغادي ندير انا كنستعمل هذا سكنجبير طري، وهذا هو اللي كيعطي البنة للدجاج سواء دجاج محمر ولا دجاج هذا ديال البسطيله ولا اي دجاج، زعما اي وصفه ديال الدجاج هذا سكنجبير طري كيعطي واحد البنه خاصه. وهذا الكركم كوركوما اللي حتى هو طري، تنستعملو حتى هو لجميع الوصفات ديالي ديال الدجاج، وخصوصا هذه البسطيله تيجي تبنن وتيجي لذيذ ورائع بزاف. انا نورمالمون كنستعمل حتى الزعفران الحر شعره، ولكن ما بقاليش دابا هذاك الشيء، علاش ما غاديش زعما هذاك الشيء علاش ما غاديش نستعملو. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ هاد البصله ديالي، غادي نديرها ندير البصله، غادي ندير شويه ديال زيت العود. انا زيت ما كنكثرش، كندير واحد جوج معلقات فقط. وغادي ندير شويه ديال الملحه، كيف ما قلت لكم الملحه انا ديجا الدجاج راه بايت في الملحه، دونك ما غاديش نكثر من الملحه. غادي ندير الدجاج ديالي، من بعد من درت الدجاج دابا غادي ندير العطريه. نديرو معلقه ديال الابزار، هي معلقه صغيره، وندير هاد السكينجبير اللي غادي نحكم. ندير السكينجبير، واحد الريحه طالعه من هاد السكينجبير زوينه كتعجبني انا، الريحه ديال السكينجبير واحد الريحه زوينه بزاف، وكيف ما قلت لكم كيعطي واحد البنه زوينه بزاف. هو وهاد الكركما هكا طري تعطي واحد البنه زوينه بزاف، والريحه ديالو واحد الريحه زوينه طالعه. ما بقاليش دابا عندي غير شويه، غادي نديباني بهادو اللي بقاولي، وغادي نحك التومه حتى هي، ومن بعد نشعل عليها النار.
ودابا منين درت كلشي في الطنجره ديالي درتها على العافيه، وغادي نخليها انا ما تنديرش الماء، كنخليها كطيب في داك البصله كتلق داك الماء ديالها. وغادي نجي لهنايا، غادي ناخذ غادي نحمر اللوز ديالي، غادي ندير ليه شويه ديال الزيت، ما نديرش بزاف، ونقلي نديرو ونقلي فيه داك باش نقلي اللوز ديالي، ندير غير شويه، ما نديرش بزاف ديال الزيت، غادي نديرو غير بحال هكا، وغادي نديرو على النار باش غادي نقليه. اللوز كيف ما كتشوفو درتو هكا، غادي نقليه، غادي نخليه غادي نبقى بحال هكا حتى يتحمر لي. نخلي اللوز يتحمر، ونتلاقاو من بعد نوريكم كيفاش غادي نوريكم المرحله المواليه. هكذا كنستمر في التحريك ديالو حتى كيتحمر هكا كيف ما كتشوفو، تنديرو على النار ونبقى نحرك فيه حتى تيتحمر. صافي دابا غادي نطفي عليه لحقاش صافي تحمر مزيان. وهذا الدجاج هانتوما كيف ما كتشوفو ما درتش الماء، داك البصله طلقات داك الماء ديالها، وتنخليه انا ما كنقفش عليه لحقاش الدجاج الرومي راه دغيا كيطيب. غادي نخليه غير هكا راه دغيا هيطيب، غادي غير نشد عليه ما عادش نقفل عليه، غير نغطيه هكا ونخليه يطيب شويه. تندير انا ديما العافيه مهيله باش ديالتي طيب مزيان على خاطرو وتيجي زوين. اما الا جهدتي عليه البوطه كيزرب في الطياب، وطياب ديما انا نوصيكم انا الطياب كله كندير بوطه مهيله وكنخليه يطيب غير بشويه عليه على خاطرو وتيجي زوين. الدجاج راه تيبان بيض دابا لحقاش مازال داك الكركمه غادي يطلق اللون ديالو على ما تبدا تغلي مزيان الطنجره، وداك الكركمه غادي يطلق اللون ديالو والدجاج غادي ياخذ اللون ديالو، ما تخافوش. ودابا غادي ناخذ اللوز ديالي، غادي نطحنو، غادي نديرو الطحانة ديالي وغادي نطحنو. نطحنو ونولي معكم باش ما نصدع لكمش راسكم بالصوت ديال الطحان. المهم كما كتشوفوا الجيج ديالي ها هو درتاب، غادي نهز الدجاج، الدجاج طاب. الدجاج طاب مزيان تفرتد، قوية العذار. هاتي نهزو الدجاج،
غادي نخليو داك الفلا تقلى شويه هي ها. علاش تفرتت ليه بزاف؟ طب بزاف دغيا دغيا هاد الدجاج الرومي دغيا دغيا كيطيب. يلا زعما يلا درتو ماشي بزاف. كما كتشوفوا هنايا تنخلي هذيك البصله ديالي حتى تنشف من الماء. نبقى نحركها هكا ونخليها حتى تنشف من الماء. ويلا لاحظتوا انا راه ما درتش الماء نهائيا. نخليها تنشف مزيان من الماء حتى تنشف مزيان من الماء ما يبقاش فيها داك الماء. عاد نبدا ندير البيض. غادي نخليها مازال شويه حتى ما يبقاش فيها داك الماء نهائيا. داك ساعات نبدا ندير نزيد البيض. ودابا كما كتشوفوا هنايا البصله ما بقاش فيها الماء نهائيا. دابا غادي نبدا نضيف البيض. نبدا ندير في البيض ديالي وحده بوحده. ودابا نبداو نضيفو في البيض ونخلطو بحال هكا. انا درت هي كونتيتي قليله داكشي علاش درت غير 6 البيضات. كل ما كانت الكونتيتي كثيره ديال البصله وديال الدجاج كل ما كنكثروا البيض. هكا كنبقاو كنحركو حتى كيطيب داك البيض. ودابا غادي نبدا في المونتاج ديال البصله ديالي. غادي ناخذ الورقه ديالي غادي نحطها في المول وغادي ندهنها بالزيت. باش كتجي مقرمله الورقه وما كتجيش قاسحه. بسم الله. غادي ناخذ نجلس
تندير انا الطبقه ديال اللوز هي الاولى، ندير شويه ديال سنينه شويه، وتندير شويه ديال القرفه. ومن بعد كندير هاد البصله، البصله والبيض، كندير الطبقه الاولى ديال البصله والبيض، من فوق كندير الدجاج، الطبقة ديال الدجاج، كما كتشوفوا. وفاش كنكمل كندير طبقة ديال اللوز، كندير طبقة ديال اللوز، كندير طبقة واحدة أخرى ديال اللوز، وكندير شوية ديال السنيدة، وشوية ديال القرفة. وتنشد، نشد البسطيلة ديالي، غادي نزود هاد الطرف من هنايا جاي يابس يبس، دونك نزولو، وغادي نطوي البسطيلة ديالي بحال هكا، كيما بحال هكا، وغادي نشدها وغادي نقلبها، نديرها بحال هكا، وها هي هادي البسطيلة ديالي، غادي نخليها في هاد المول هذا لي باش نديرها في الفران، وغادي نختارها في المقام ديال الورقة، وهاكا ناخد مول تاع الفرن، كنديرهم أنا هاكا صغيبرين، فرديين فرديين، لحقاش أنا بوحديتي، لحقاش أنا بوحديتي، دونك مرة مرة كنجبد وحدة هاكا وناكلها. وحتى ملي تيجيو عندي الناس كنفضل لهم انا هكا فرديين، كل واحد كياخد بسيطله ديالو، احسن هذيك وحده كبيره كتجي فاش كتجي تقسمها كيبقاو يخرجوا تخرج الحشوه وبزاف ديال الحوايج، انا كنفضل هكا فرديين. عاوتاني نفس الطريقه، غادي ندهن الورقه، ندهن الورقه، وكيف ما شفتوا انا ما كنديرش سنيده، ما كنديرش سنيده في هذه في البصله، في البصله كتجي فيها غير شويه الحلاوه، غير شويه الحلاوه وكتجي زوينه. كندير انا الحلاوه، كندير السكر، كنديرو غير في اللوز، ما كنديروش في البصله. هذاك الشيء فاش فاش كتاكلها ما كتجيش حلوه بزاف، ما كتجيش حلوه بزاف وكتجي زوينه. هكا كناخد الطبقه ديال البصله، ندير البصيله، انا ما درتش كونتيتي كثيره لحقاش غير بوحديتي، وغير انا اللي كناكلها، بناتي ما كياكلوهاليش، دونك درت غير ليلي انايا.
فاش كندير هكا كونتي، كندير كونتيتي كبيرة، انا كنديرها بعض المرات، كندير كونتيتي كبيرة وكنديرها في الكونجيلاتور، ومنين كنتها كنجبدها كناكلها. ولكن ما كاينش من الاحسن هكا زعما تاكلها كيف يلاه صوبتيها. غادي ندير عاوتاني الطبقة ديال الوز، كاين اللي كيدير غير طبقة ديال الوز وحدة هي الأولى وصافي. أنا عزيز عليا اللوز، تيجي زوين، تيعطي داك الكروستيون، دونك كندير اللوز زايد فيها، كيجي زوين، كيجي زوين وكيعطي داك الكروستيون بزاف. الورقة حالتها هنايا، كنديباني وصافي. صراحة هاد اللي فيه ديبرتي ديال هنايا ديال، صراحة حالتهم كنديباني وصافي. أنا صراحة حالتهم والورقة، أنا كندير غير ورقة واحدة، ما كتعجبنيش تكون فيها الورقة بزاف، هكا كتجي زوينة وكتجي كروستيون. أما فاش كدير جوج ورقات ولا ثلاثة كتجي بحال الورقة ما طايباش من الداخل، وما كتعجبنيش أنا هكا، كتجي محمرة وتجي كروستيون كتجي زوينة بزاف. وهكا غادي نستعمل حتى نكمل هاد الكونتيتي اللي عندي. غادي نبقى مستمرة حتى نكمل هاد الكونتيتي اللي عندي. هادوما البسطيلات ديالي من بعد ما منطيتهم، درتهم في هاد ليمول ديال لي تارت باش تيشدو لا فورم. و دابا شعلت الفران على 180 درجة، شعلتهم من الفوق من التحت، وغادي نديرهم يطيبو. ودابا غادي ندير معاكم الشلاطة ديالي اللي كتعجبني، اللي كنديرها كل نهار، وخا ناكلها كل نهار، وخا ناكلها في الصباح وفي العشية، كتعجبني وما عمرني كنمل منها. إن سالاد سامبل عادية، يعني عادية بسيطة ولكن زوينة كتعجبني، واللي كلاها عندي كتعجبو. دونك ناخد لا سالاد، دونك نقطع لا سالاد كوم سا، نقطع لا سالاد كوم سا. السلطة كنقطعها غير هكا بيديا، كيعجبني نقطع على السلطة كومسا بيديا بلا ما عاد ندير الموس ولا شي حاجة. ناخذ الخيار، كنقطع الخيار كنقطعو جوست كوم سا، كناخد التفاح،
قيلة غير وحده بركه لينا باسكو هي بوحديتي دونك سي سيفيزون حتى كافيه التفاحه وقيله خامجه ما عجبتنيش طومات ندير طومات طومات سوفيت كنديرها هكاك صحيحة دونك غادي ناخد التفاح ديالي هذا نقطعو خمسة هادي هاد لا سالاد كتعجبني خيطية كتوجد و اون ميم طون زوينة زوينة و يعني غنية غنية فيها بزاف ديال المواد لي زوينة و منعشة بالاخص في الصيف شحال مرة انا في الصيف كناكل غير هاد لا سالاد كنديرها كوجبة كناكلها و نزيد معاها غير تولي ناكلها غير بوحديتها ولا نزيد معاها شي ستيك ولا شي حاجة وصافي كتجي زوينه بزاف وسهله دغيا دغيا كتوجدها ميم با 5 مينوت ها هي دي واجده ميم با 5 مينوت وزعما وكتجي زوينه انا ديما تنديرها واخا تيجيو عندي الناس ولا شي حاجه دغيا دغيا كتوجد كنديرها دغيا دغيا كتوجد وكتجي زوينه هنا ديما تعجبوني المسائل اللي ساهلين ما تنبغيش الحوايج اللي صعابين واللي كومبليكي عزيز عليا بحال هاد الوجبات اللي دغيا دغيا كيوجدوا غادي نزيد الفرماج هذا فرماج بليزارب دو بروفونس في البازيليك ولا سيبوليت فوالا كندير الفرماج كندير هاد المايز اي فوالا وهادي هي لا سالاد ديالي ها هي دي وجدات كندير لها غير شويه ديال ويل دوليف شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه شويه ديال الملحه وشويه ديال الليمون وشويه ديال الليمون وشويه ديال الابزار ولا دي فوا كنديرها غير زعما هي الويل دوليف زيت الزيتون وشويه ديال الملحه وصافي وكتعجبني هكا كناكلها وبعض المرات كناكلها ناتوريل هكا ما كندير لها حتى شي حاجه وكناكلها غير هكا كتجي زوينه وكتعجبني وصافي وهذه هي لا سالاد ديالي وهذه هي الغديوه ديالي ها هي دي وجدات ها البسطيلة ها البسطيلة هادي لا سالاد دونك لا سالاد درتها لكم رونطري والبسطيلة سي لو بلا و ابري لو ديسير فوالا هادي هي الغديوة ديالي بناتي ما تياكلوش البسطيلة دونك وجدت لهم هادي دونك الرز جاش خديته من البسطيله الرز وهاديك
التغميره ديال البسطيله، درتها فوق الرز بحال هكا. فوالا، وهذه هي، هذه هي الغديوه ديال بناتي، وانا غادي ناكل البسطيله. من بعد نوريكم الشكل النهائي ديال البسطيله. وكانت هذه هي الغديوه ديالي اللي وجدت، ودابا غادي نذوق. جات لذيذه، جات بنينه، عطاني الصحه وصافي. ما نقول لكمش كيفاش جات هاد البسطيله، جات زوينه بزاف بزاف. واللي بغيت نقول لكم هو انه الانسان ما خصوش يبقى ماشي حتى يكونوا جايين عندك الناس عاد تنوضي توجدي وعاد تنوضي تصوبي. فرحوا براسكم حتى نتوما، وتنتم وجدوا لراسكم، وصوبوا على راسكم، ديروا طبيله مزيونه، ديروا ماشي اللوانيه تخليهم مخبعين حتى يجيو الناس، حتى يجيو الضياف. لا، برعوا راسكم وتهلاو في راسكم، وجبدوا اللوانين مزيونين، ما تخليهمش مخبعين في داك الفيترينه. جبدوهم استخدموهم ليكم نتوما. هادشي راه شي حاجه مهمه، تلعب دور كبير للنفسيه. الانسان كيتهلا في راسو، كيفرح راسو، راه النفسيه ديال الانسان كتغير، والمغال كيتغير، والانسان كيفرح، حتى هو كيفرح براسو. من بعد ما كملت البسطيله ديالي عادي نخرج شويه، خاصني شويه ديال التقضيه. دونك غادي نمشي نتقضى شويه، هادي نمشي لليدل، وفي نفس الوقت نشوف شنو جابو. شفت في الكتالوج اللي جابو شي حوايج زوينين، دونك غادي نمشي نحاول نشوف ندير شي جولة في الليدل ونشوف شنو جابو. ودابا انا وصلت لليدل، نقاد الطبيلة، نقاد الكريزة تكون زوينة، نشوفو شنو كاين. ماشي غادي نقول انا غير بوحديتي رانا ناكل فاش ما كان، ولا الفيديو كيدير ولا كاينين بزاف اللي ما كياكلوش كاع اصلا، تقول لك انا غير بوحديتي ما كتاكلش كاع اصلا. اللي بغيت نقول لكم، السعاده راه حنا اللي كنخلقوا السعاده ديالنا، ونقدروا نخلقوا السعاده من شي بسيط بزاف. كيف ما قلت لكم، غديوه هكا، تاكلي في طبيصه زويوان، راه هادشي كيلعب بزاف على النفسيه. هذا الروبو اللي كتهملي راسك، ولا كتهمل راسك، يعني نهضر انا بالصغر ومذكر كونيكتيك، كيطيب كيمكسي، كيدير كلشي، كيهم هادو ديال السوفيت ديال الماكله. كما قلت لكم، خصو يفرح براسو في الماكله في الكونجيلاتور، ويهتم براسو، ما تياخدش البلاصه. هاد هو دي بواط تيدير في الميكرو اوند ديال الماكله، ولا الدار، ولا هذا تيدير واحد 3 الاورو. وانتوما اولى انكم تمتعوا بهم. هادي بوال الكتريك، مقله كتخدم اولى بهذوك الماعن زوينين. يعني تهلاو في راسكم، بروفيتي. هادي ديال لي دوكيما، يتبرع راسو ويتبرع بالحويجات ديالو، ويتبرع في دارو. ماشي صالون مشدود الا للناس، صالون مشدود للناس. هادي ديال سورجي، لا، حتى انا نجلس في الصالون ديالي، وحتى انا ندير رجل على رجل. الا توسخ الله يهنيه، الا مشى هذاك الصالون الله يهنيه، لان لحظات سعيده واللحظات اللي تنعيشوها راه ما كتعوضش. الصالون يتعوض، الالوان يتعوضوا، كلشي يتعوض. 3 الاورو، وهاديك كيت باش كيغسلو وجههم. هذا الغازوار ديال الرجال، وهادو داك لي بومب ديال الصباغة، كاينين في الدوغي بايتي، كاين في الأرجونتي بايتي، وكاين أرجونتي.
هدول اللي شريتهم من ليدل دايرينهم بثلاثة بيهم باتناش الأورو، يعني الواحد كيجيب تيجي بربعة الأورو. كتاخد جوج كيعطوك واحد غراتوي. هادو لقيتهم خديتهم خديتهم نشبعو الشوكولا. خديت هاد لي بلاك، هاد لي بلاك صراحة عجبوني خديتهم. لحقاش انا يا مني كان بغي ندير شي فيديو ديال الطبخ ولا هذا، ما عنديش انا بلان دو ترافاي في الكوزينة، سو كيفي كتجيني صعيبة باش ندير شي فيديو ديال الطبخ. داكشي علاش ما كندير لكمش الوصفات بزاف ديال الطبخ، لان الكوزينه ما عنديش فيها بلان دو ترافاي وما كيساعدنيش ندير فيها الوصفات. خديت هادي كونتا غادي نحطها فوق هذيك الطبله حدايا، وهكا ملي نبغي ندير لكم شي وصفه تكون نطيب وندير كلشي في هذيك الطبله. هادي خديتها بشحال، خديتها شي 33 أورو، 33 أورو. هاهي كيف ما كتشوفوها، صراحة زوينة عجبتني، براتيك، غادي تساعدني بزاف. هاكا نبدا ندير لكم وصفات أكثر ديال الطبخ إن شاء الله، ونبقى ندير فيديوهات أكثر ديال الطبخ. نتمنى تكون مزيانة وتكون كطيب مزيان وتساعدني. واخيرا درت لكم واحد الفيديو اللي جمعت لكم فيه الشهيبات ديالي اللي مصوراهم، حتى تشوفوهم ان شاء الله. وهادي تكتبوا لي في لي كومونتير الشهيبات اللي عجبتكم، وانا ان شاء الله من بعد غادي ندير لكم فيديو خاص على هذيك الشهيبه ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى الشهيوات يعجبكم حتى هما، ويلا نخليكم مع الفيديو.
ودابا الفيديو ديالي وصل النهاية ديالو. درت فيديو شويه طويل باش هكا نشوف شكون اللي كيتبعني وشكون اللي غادي يشوف لي الفيديو ديالي حتى الاخر، ونعرف المحبين ديالي ولي فان ديالي واللي كيتبعوني. ومرحبا مرحبا بالجميع، وبالسلام عليكم. نتمنى تكونوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وبالسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.